المتصرفين التربويين في عموم المغرب ومختلف الجهات والاقاليم اليوم نزلوا كلهم داروا انزال ومعتصم الى الرباط. الهدف هو مجموعه من المطالب وعلى راسها المكانه الاعتباريه في النظام الاساسي الجديد. يعني حنا دابا الوزاره مع النقابات اكثر تمثيليه كيشتغلوا ربما في اللمسات الاخيره في الدقه 90 باش يخرجوا لنا نظام اساسي جديد، والنظام الاساسي الجديد يحكم على موظف وزاره التربيه الوطنيه على الاقل ربع قرن. ويعني وحنا جينا اليوم باش ناديو بمطالب المتصرف التربوي انها تكون منزله في النظام الاساسي الجديد، خصوصا تعويضات الاطار والرفع من تعويضات المهام، بالاضافه الى تسليم الدبلومات ومشكل ديال الترقيه. الترقيه هي الترقيه للمتصرفين التربويين ديال 2021، ونحن على مشارف نهايه 2023 والترقيه ما تحسمتش فيها. يعني الفئه هذه المتصرفين التربويين هما المسؤولين بالمناسبه على تنزيل مختلف الاوراش على الصعيد المحلي، يعني المؤسسه التعليميه، وعلى الصعيد الاقليمي. راه ما يمكنش مؤسسه تعليميه ما تلقاش فيها متصرف، راه هو يعني هو رجل الميدان بكل المقاييس. نخوض اليوم وقفه معركه النظام الاساسي بعد ما تبين من خلال المسوده المتوفره حاليا لدى النقابات التعليميه، مسوده النظام الاساسي الجديد، بعد ما تبين لنا أنها يعني لا تستجيب لطموحات المتصرفين التربويين، قرر المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تصدير برنامج نضالي تصعيدي، وفي هذا السياق تجي هذه المعركة أو هذه المحطة النضالية من أجل إيصال صوت المتصرف التربوي المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة. وفي هذا الصدد قدمت النقابة ورقة تصورية لملمح إطار المتصرف التربوي كيف يجب أن يكون متضمن في النظام الأساسي المرتقب. فهذا النظام الأساسي وهذه الوثيقة مهمة جدا للغاية، لأنها ستنظم الموظفين موظفي قطاع التربية والتكوين لمدة لا تقل عن عقدين من الزمن. ولهذا نطالب الوزارة من أجل نطالبها بتحسين تحسين ظروف اشتغال المتصرف التربوي وتبوئه المكانة التي تتناسب مع مدخلاته المسلك الإدارة التربوية.